اليوم الخميس 20 حزيران تم افتتاح مركز صحة قلب المرأة بمنطقة بعبدة. هالمركز الطبي تابع لمؤسسة يدنا، فشو هي أهداف إنشائه؟ قررت إنشاء مؤسسة لا تتوخر ربح، سميتها يدنا. طلبت من شركة الاستشارات الدولية بوز أند كو إجراء دراسة ميدانية خاصة بصحة النساء. تبين إنه الأمراض القلب والشرايين عند المرأة بتشكل النسبة الأعلى لوفاتها بلبنان وبالعالم. فكان أول نشاط مؤسسة يدنا هو إنشاء مركز طبي للعناية بصحة قلب المرأة. تأيوانت بهالخصوص مع جامعتين طبيتين مرموقتين، هن الجامعة الأمريكية ببيروت وجامعة القديس يوسف. يواجه العالم قاطبة حقيقة حالة وبائية لأمراض القلب. يقدر أنه كل سنة بيموت 18 مليون إنسان بالعالم نتيجة أمراض القلب. العبء الأكبر من هالوفيات هو بالعالم والدول النامية، لبنان واحد منهم. مش صحيح أنه المرأة عندها حصانة أمراض القلب، بالواقع المرأة تتساوى مع الرجل. عم نكتشف أنه المرض موجود عند الناس يلي شكلهم وحركتهم وعوارضهم مش موجودة. من هون كانت الفكرة، فكرة المركز هو فكرة تغيير ثقافي في المجتمع عن طريق إشراك المرأة كهدف في التفتيش عن المرض، توعية بالوقاية. تم استحداث هالمركز وهو فريد من نوعه بالقطاع الطبي بلبنان والمنطقة، فشو هي الخدمات اللي بيقدمها وأي دور بيلعب؟ النشاطات بالمركز متعددة، منها أول شيء التشخيص والكشف المبكر لأمراض القلب والشرايين بصورة وقائية وتقديم العلاج الأولي، في مساعدة على وقف التدخين وعلى تخفيض الوزن. المرأة عندما تدخل إلى هذا المركز يحدد لها الطبيب خارطة الطريق، بيعينها أول شيء، بيفحصها، بيخد لها ضغطها، بيشوف إذا عندها مشاكل صحية تانية، بيطلب منها فحوصات دم، بفحوصات الدم بنحدد إذا عندها كوليسترول، سكري، إذا عندها وظيفة الكلوي منيحة، يعني بندرس عدة أمور، يعني إذا عندها ضغط أو كوليسترول أو سكري أو دخان، ساعتها الطبيب ممكن يوجهها لفحوصات أكثر دقة بالمركز كمان. إذا وصلنا لاستنتاج إنه عندها مشاكل قلب، نحن منكون بلشنا نتخطى بعدين الهدف تبع هالمركز. الهدف المركز هو وقاية، تشخيص أولي، تثقيف. المركز بيقدم الدعم لكل النساء من سن 45 وما فوق دون استثناء بغض النظر عن وضعهم المادي. بطلب من كل النساء المعرضة الاستفادة من خدمات هالمركز لحماية أنفسهم من أمراض القلب والشرايين اللي هي السبب الأول لوفاتهم.